انا عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب مصر مصارعه، معايا رعايه وادي دجله. انا من الدقهليه مدينه ديكانس، بدات رياضه المصارعه في مدينه ديكانس لحد ما وصلت للمكان اللي انا فيها في منتخب مصر. اخترت لعبه المصارعه عشان خاطر عمي كان بيلعبها، عمي فريد كان دخل منتخب مصر بس ما مثلش دوري، فانا كنت بتفرج عليه في التمرين وكده، فانا والدي يعني موجوده يعني الفكره موجوده بتاعت اللعبه، فحبيت اللعبه جدا، بالاخص ان اللعبه فادتني كتير قوي في حياتي. يعني هي لعبه المصارعه 6 دقائق الماتش، 3 دقائق الجوله، نص دقيقه راحه، الجوله تاني 3 دقائق. الماتش لما بتخطف حركه عاليه مثلا حركه عاليه فنيه بتحسب 4 بوند، بتزقه بره الزون. البساط بيبقى عباره عن دايره كبيره ودايره صغيره، الدايره الكبيره لما بتخرج بره بتحسب عليك نقطه، او لما بيحصل فيه حركه فنيه وهو بياخد منك 2 نقطه فبيلف وراك او الكلام ده، فبتبقى واضحه يعني، وغير كده بيبقى مكتوب على الشاشه. المصارعه الرومانيه بتلعب على الجزء اللي فوق، المصارعه الحره بتلعب على الجزء كله رجلين، اما المصارعه الرومانيه بتلعب في الجزء اللي فوق بس. بتروح اي دوله بتعمل مسحه لازم تاخد ادوات الاحترازيه معاك، المعسكرات، لان لعبه المصارعه لعبه اختلاطيه فاثرت علينا بشكل كبير جدا فتره الكورونا، بس قدرنا ان احنا نحافظ على قد ما نقدر في الفتره اللي فاتت. احنا قدرنا نحافظ على القوه البدنيه واللياقه، واللي هي الالعاب اللي هي مثلا التمارين الفرديه بدون زميل وبدون صالات مقفوله يعني، وبعلم الوزاره في البيوت عندنا يعني، وبعلم الاتحاد المصري للمصارعه. انا بطل عالم، جبت ميداليتين في بطوله عالم، واحده عسكري وواحده عاديه، 12 مره اول افريقيا، 7 ميداليات جائزه كبرى او 6. الجائزه الكبرى دي بتبقى عباره عن بطوله اوروبا مفتوحه للعالم كله بميزان 1 و2 و3 في الميزان يشاركوا فيه الدوله، يعني نقول ان شاء الله نقدر نقدم حاجه للناس يعني. انا كنت مستعد كويس جدا جدا ل 2020، طبعا فتره كورونا قفلت الدنيا كلها، طبعا وزاره الشباب والرياضه بتسهل الموضوع جدا بالنسبه للرياضي، بتدعمه كل الدعم، كمان لما جالي الرعايه من وادي دجله بالتنسيق مع بين وادي دجله وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري للمصارعه، وفرت لنا دعم مادي كبير جدا، معسكرات خارجيه، كل الدعم اتوفر، وغير كده سهلوا علينا حاجات كتيره جدا. وبالنسبه لوادي دجله انا مبسوط جدا بالرعايه بتاعتهم، حاجه مشرفه جدا يعني. الاولمبياد بتبقى تحدي دول، اعداد كبير جدا، بتبقى اكبر حدث رياضي على كوكب الارض، فالعالم كله بيبقى مركز عليها. الرياضه ثقافه شعوب، فالعالم كله بيظهر بالمظهر اللي ليك بيه بكل دوله. بطوله العالم تتعوض لان بتبقى كل سنه، بطوله الجائزه الكبرى 5 6 بطولات في السنه، بطولات دوليه عاديه يعني. الاولمبيات هي اكبر حدث رياضي على وجه الارض. طبعا الطريقه العلميه بتفرق جدا، كابتن اشرف راجل متعلم، استاذ دكتور تربيه رياضيه، ضاف لحاجات كثيره جدا بالنسبه للبرنامج التدريبي او بالنسبه لخطه الماتشات او لدرس المنافسين. عنده احترافيه جدا في التمرين، راجل حاجه جميله جدا مشرفه، ضاف لي كتير جدا جدا في بالنسبه لي يعني. حلم طبعا زي اي بني ادم عادي ان انا اعيش حياه مستقره جدا، حياه بسيطه يعني زي ما انا عايش. اتمنى وجود ابويا والدتي ووالدي في حياتي وزوجتي واخواتي جنبي وكل الناس اللي بيحبونا. اتمنى ان انا افضل موجود في عالم الرياضه يعني، رياضه جميله جدا. هو طبعا مفيش شغلانه بتعطل حاجه عن حاجه، انت عندك اولويات في حياتك. انا مش شغال في حاجه يعني بره، لا انا شغال مع كنت شغال مع والدي، فلما حصل له ظروف صحيه انا نزلت ان انا ساعد حاجه بسيطه خالص. بالنسبه بحضر تمريني وباجي في وقت الفضاء بتاعي، بحضر شغل يعني على قد امكانياتي، وبرجع تاني للشغل اللي هو يعني ما ينفعش ان انا اشوف والدي تعبان او ان هو محتاج ليا في حاجه وان انا اعز نفسي عليه، لان هو يعني انتوا بتتكلموا على شهر ممكن اكون نزلت في الورشه، راجل قضى عمره كله حاجة و50 سنة في خدمتي في الورشة، فما جتش من شهر يعني. المعسكر الخارجي انت بتتمرن مع ابطال عالم، بتتمرن مع ناس المنافسين بتوعك، بتدرسهم. بالنسبة لي انا في مصر انا مفيش 130 كيلو بتمرن معايا، بتمرن مع موازين اقل مني، طبعا ده بيبقى معرض لهم للاصابات او لا قدر الله حاجة مش كويسة. طبعا بالنسبة لانت وصلت لمستوى زي الاولمبياد بتبقى عايز تتمرن مع نفس مستواك، ما بنقللش من حد، بس هي الحياه كده بتهيالي يعني. حضرتك كل ما بتعلى كل ما طلباتك بتعلى معاك. امبارح كان كابتن كرم اتصل بيا اتكلم معايا،
بيتواصل معنا على طول، متواجد، انسان جميل جدا يعني. طبعا بيحكي لنا عن تجربته، وطبعا تجربته بنتفرج عليها. طبعا بالنسبه للاولمبياد اثينا او لندن هو اسطوره، لازم نتفرج عليها عشان نتعلم منه يعني، اذا كنا ميزان تقيل ولا خفيف.